تشوف الى ماشي باش ما تبقاش الحاجه بزاف الربيع حتى هو غادي نفس العمليه تاعو في العويلات اللي عند النص رجع للماشين ديالك درا 3 2 1 الى لاحظتوا معايا ما كانوش 10 ديال الثواني 20 ثانيه الربيع ديالك يكون واجد بالصرعه هذه تفيد ها هو غادي يجي الربيع ديالك هو عطيني وحده ابراهيم قلت لي اكيد هنا غادي ناخذ بالنسبه لحاجه قاصحه بحال اللوز ولا كركاع مثلا انا غادي ندير تجربه غير بالخزره هذه واخا تعمرها ما كاينش مشكله ماشي بالضروره تعمرها ولا تميلونجي كتعمل القياس ديالك اللي بغيتي كتسد عليها فاسيلمون غابيد وسهله اللي ساهل بالعجيب امام كذا انا كتحط غير كيس ما عندكش ترجع للماشين ديالك كتجي ان جو تري اي حاجه ماشي كتحاول كتمشي لا ماشين ضغطتي على الماشين كونتيني غادا تجيب الخطر ديالك غادي تقزع ها هو تكفي حتى هو انا ماشي بزاف سهله انا غادي نتوجه شويه داكشي اللي ما عرفتش ديال الباص باش كلشي كيجي انا عقل اللي كتدوز فيه 350 دوره في الثانيه يعني الساعه الاولى تحط عليها كلشي كلشي القدر ديالك كيبدا الكونتي كيكسر كتجبد في الثواني ماشي في الدقيقة بغيتي تصايب لي صالة ديالك مثلا غادي ندير لكم تجربة أخيرة ها هو بالموس عادي كتدخل الكوزينة تتحكم يتعدل يتفك في التكسير كتعمل والو ماتيريال في الكوزينة اللي يهنيك ويريحك على طول ها هو هذه ضربة ما فيهاش مشكلة مع الخير غادي نزيدوا شوية ديال الطماطم وزيدوا البصل الحادقة قولي العدد للتعب باي باي ها هو نتفي كلشي تبرع في الكوزينة مع الماكينة الجودة العالية في عالم تحكي على الخضر من الخضر ديالنا باش تسيبو لي صالة خاصي المغربي مقام متروا يجيو هدية تحت بدن تحكي على الحادقة في الكوزينة يعرفوا الحداقة فين كاينة ها هي خلي بالحال مايونيز واش الشرب ديالنا واش زاد في التواني ماشي دقيق بالنسبة للحوت اللحم ولا اللوز كاع في الوسيط اللي فوات الجافة في رمضان تكون تسيب سلوس وديرك غاتعمل هاد الموس اللي فيه جوج كتاخذ اللحم تحط عطريفه السردين الدجاج لبن انا غادي نعمل لك تجربه غير بالخزو انت بالمنزل كنقول لك ديما قاعده ديال ديما خلاش في اللوز كاع الحق كتقضي 4000 ريال الثمن ديالها هذا مارك ماجيك دو لان فيها الكارونتي ما كيتسدمش ديال البنسات ديالها ورينا الدوزيام ديالها الشركه كاينه غير مع كوميك كازا دو كوكور دو نظره كذلك كونتيني حتى للاخر اللوز كاع كيجي بالتقطيط رقيق بزاف اللحم السردين الدجاج لبن كلشي غاتعملو هنايا احسن ما كاين واحسن ما كتبي ها هو في جرا باش تشكل هذا مطقطق رقيق بسرعه مزيان اه ديها الدار جربي انت كلشي عندك انا باقي شهر بيع وقع انت شهر شهر ربع كامل ليتاسيو ديال العادي بحال هكا هاي عطيني ديك الابياس هاد لامارك هادي كوكي هادي كتشرا في السوق موجودة في السوق دابا 1600 ريال جبنة 90 درهم كتعاود ديال 3000 ريال 2400 2600 هادي الفرق اللي بينها وبين هادي ماجيك انها الماجيك ديال الشركة ما كتبدلش يمشي للمعرض كاين المحل ديالو ما كتخسرش خسرة داكشي بيسة كتاخذيها من عند شركة سوسيتي يعني ماشي بيع وشرا حد معكم شرا في المعرض وغادي تمشيو بحال اللي كيديرو بحال اللي كيديرو صحاب هاد العشرات هادو بزاف كيبيعوها كيشريها من السوق كيبيع لك كتدوز شهر كيمشي بحالو ما كيجيش المرة الأخرى كيجي واحد آخر أو كيجي بسمية أخرى لأن ما عندوش شركة ما عندوش مارك دي بوزي اللي كيخدم بها فوالا غير سمية كتشرا وكتعاود تبيع لك شري عرفتي غير ما غاتعطيهاش عليها شكون اللي باع عليك حسن غير شي بياسة ولا ما عرفتش شكون اللي باع عليك لأن ما عندوش شركة لا ما كيتصداوش هذا هو الفرق اللي بيناتهم أن هذه كيتصدا والأخرى ما كيتصداوش ليها هذا هو الديفيرون اللي كاين بيناتهم هذا كاع قلتي أه كلشي ديال الكفته هو هذا هذا هاي Thank you.
خديت هاد الآلة جباتني صراحة ملي استعملها هذاك الدري وبغيت نوريكم فيها واحد الوصفة لرمضان منها نوريكم مصور مرة نجربوها هذاك الدري كان قال لك الربيع هاك تقرضوه شوية خفيف ماشي شي حاجة أنا قطعته على النص غسلته شفته ونقيته لأن هاد الوصفة اللي غندي ندير لكم كتحتاج الربيع يكون ناشف ميكونش فيه الماء وغنحتفظوا به لرمضان مدة طويلة ولكن ماشي في الفريجو نبداو أولا على بركة الله الفيديو باش تعرفوا المده اللي استغرقت هنا فيها واحد العود سيتو وهذا كان لاصق الغلاقه نخليه هنايا بحيث باقي غنعاود شوفوا ما شاء الله زوينه الصراحه زوينه صراحه هذا رمضان غتهنيكم شحال من خدمه هذه الوصفه غنحتاج ليها شويه الملحه عندي هنايا معلقه ديال الملحه انا هذه الاله رائعه بزاف عندي هنايا واحد الكركوبه ديال الثومه وعندي على نص كاس ديال هذا الزيت باش من بعد ديت النص الاخر هذا كاس كبير ديال زيت العود وزيت لوسير مخلط الآلة زوينة صراحة غادي نزيد هذاك نص كاس اللي بقى ليا من بعد ما تطحن نحرك مزيان هذا الخليط لانه غنحافظوا عليه في الثلاجه لتحت داخل القراعي ديال الزاج بحال الحكايه غنعمر انايا هذا القراعي وغنوريكم من بعد كيفاش غايجي حيت هو كطيبي به غيهنيك شحال من حاجه في رمضان يعني العمارة ديال المسمن ولا اي حاجه كديريها كتحتاجي فيها الربيع كيكون مقرد مقطع ورطب بحال هكا ما كيكونش في الفريغو وتيحافظ على الرائحه ديالو وكيكون منسم بالثومه الربيع ديالنا من بعد ما طحناه مع المليحه وشويه ديال زيت الزيتون والثومه ها هو كيفاش كتجي كتشوفوا كيجي اخر هذا السميتو ديالو غنغطيوه بشويه ديال زيت الزيتون وحطها كيبقى مدة طويلة في الثلاجة وكتحافظي عليه متيكونش مجمد بحال ديال الفريكو وتبقى فيه النسمة زوينة ومع ملي كتكوني كطيبي كتكوني رادة البال مع الملحة كديري قياسك ديال الملحة ثوما والربيع صافي متبقايش ديري لأنه ها هو موجود في القريعة رمضان غيهنيك من شحال من حاجة وغي تربحي الوقت نتمنى هاد الجولة وهاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم ومتنساوش كيف العادة تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وشكرا على المتابعة